فعلا حلي بحاجه كويسه. فهنعمل مع بعض كرات بالشوكولاته والموتزاريلا بطريقه سهله جدا، وبرده حاجه هتفاجئ بيها اولادك. تعالي نبدا مع بعض. اول حاجه محتاجين ايه عشان نعمل عجينه كويسه؟ محتاج نوعيه الدقيق بتاعي تبقى دقيق خاص بالمخبوزات او دقيق جميع الاستخدامات. عندي نص كيلو من الدقيق ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه، ولو الخميره مصري نحط معلقتين كبار. بعد كده عندي معلقتين كبار من السكر، ومعلقتين كبار من اللبن البودره، معلقتين كبار من الزيت، بياض البيضه اللي احنا هناخد الصفار بتاعها على الوش عشان ما نرميهوش يعني، ورشه ملح وميه دافيه للعجين. بعد كده عندي الحشوه، كوبايتين من الجبنه الموتزاريلا وكوبايتين من الشوكولاته الخام، اي نوع شوكولاته قطعيه حتت صغيره هتنفع، ممكن كوبايه واحده ممكن نص كوبايه على حسب ما انت حابه. ده احنا في الاخر عايزين نعمل حاجه تتفتح كده تنزل جبنه وشوكولاته، بما ان الولاد دايما رايحين على الحاجات اللي فيها جبنه سايحه او جبنه شيدر. بعد كده عايز طعم الكور بتاعتي دي يبقى شكلها حلو ووشها احلى زي المخبوزات اللي في الفرن، فهضطر احط صفار بيضه مع شويه لبن ورشه قهوه سريعه الذوبان او رشه فانيليا. البياض البيضه اللي هعمل بيه الوش ده فانا هحطه على العجينه عشان ايه ما ارميش البياض، ويبقى انا استخدمت كل حاجه ما رميتش اي حاجه. مش عايز تحطيه برده على العجينه مفيش اي مشكله خالص. هبدا اول حاجه افصل الصفار عن البياض. في ناس بتعمل ده على ايديها، وفي ناس بتعمل ده بتكسر البيضه كده وتجيب نص ونص، بس انا بحب اعمل ده على ايدي بالشكل ده. هجيب البوله واقوم جايب سن الطبق كده خابط البيضه واقوم جاي على ايدي فاتح. هعمل بدايه هزها كده هزتين هينزل البياض تحت والصفار. ما تعمليش الحركه دي والبيض سخن، لازم يبقى البيض ساقع عشان لما نعمل ده تبقى الصفاره تستحمل ان هي ما عملش كده الاقيها كلها ساحت في بعض او اتكسرت مني على طول. فصلنا كده البياض عن الصفار، واقوم جايب بيضه بقى حاطط فيها طبق، جايب بوله حاطط فيها صفار البيض مع شويه حليب مع رشه قهوه صغيره. وهنا القهوه اصلا بتدي لون اصفر كده للمخبوزات في منتهى الجمال. دول كده اول حاجه هعملهم. البياض بقى مع العجان مع الدقيق، هقوم نازل بالدقيق. دايما حطي رشه من الملح على المخبوزات عشان دي بتدي لي عرق كده ليه الدقيق بتاعي بيظبط لي الدنيا في العجينه. بعد كده عندي المواد الجافه، عندي لبن بودره، ممكن احط حليب مكثف لو عندي، برده شويه زيت برده مفيش مشكله، ممكن ابدل الزيت بمكعب من الزبده، والخميره مع السكر على شويه ميه. ليه بقى؟ لان الخميره لما يتحط عليها سكر هينشط لي الخميره تخمر معايا بسرعه. طبعا احنا بما ان الجو صيف فيعني الخميره مش محتاجه ان احنا نحط لها سكر كتير او ان احنا نسيب العجينه كتير او نسيبها لما تخمر وبعد كده نعمل الاختبار الخميره بتاعتها. لو انت متاكده ان الخميره تمام فهتقوم مقلبه السكر على الخميره كده عشان ما يعملش كلكعه في العجينه، وبعد كده تقومي واخده دول على العجان على طول. وادي بياض البيضه واشغل العجان، وابتدي ازود بقى ايه تقريبا كده كوبايه الا ربع من الميه لحد كوبايه لحد ما العجينه تظبط. لو لقيت العجينه بتلزق عشان البياض البيضه فهنديها شويه دقيق فين في العجان. شغل كده بسم الله. اتعجنت كده العجينه بتاعتنا، وقلنا لو لقيناها بتلزق مننا شويه او طريه فهنحط لها شويه دقيق في قلب العجان عشان تخرج العجينه كده ايه سالكه معانا وتبقى بالشكل ده. العجينه طريه قوي اهي، هقوم لممها وهسيبها ربع ساعه ترتاح عشان تتشكل معايا بمنتهى السهوله. ادي البوله، ممكن تدينيها هنا زيت او ترش رشه دقيق اللي يعجبك، ده ينفع وده ينفع. شويه دقيق صغيرين عشان ما تلزقش، واقوم حاطط البوله هنا كده واقوم مديها ستريتش، او قلنا ممكن فوطه مطبخ كبيره كده تكون نظيفه نستخدمها في الاكل، واقوم بللها ومنشف الميه ومغلف دي كده حلو بالحلو عشان لو في اي فتحه من الفتحات الجانبيه دي هتخلي العجينه تنشف، ولما اجي افردها هتقطع العجين معاكي. بعد كده هسيبها في مكان دافي او اسيبها في المطبخ بما اننا في الصيف ربع ساعه، ونرجع نكمل مع بعض تشكيل العجين. سيبنا كده العجينه بتاعتنا ارتاحت وبدات تخمر بالشكل ده، ولو العجينه ما خمرتش كده بعد نص ساعه وربع ساعه زادت يعني فده معناه ان هي لسه عايزه ترتاح تاني او الخميره مش حلوه. لو المكان كان دافي وما طلعتش يبقى الخميره مش شغاله فما نكملش يعني. هاخد بقى العجينه كده، بصوا يعني بسم الله ما شاء الله العجينه طريه جدا، واقوم واخد قطعه العجين. انا عايز اقطع العجينه بتاعتي دي على 7 قطع في نفس الحجم. في ناس بتهتم ان هي تقطع قطع العجين على الميزان، يعني مثلا دول
يقول لك دي 100 جرام دي 70 جرام، فاحنا تقريبا بالسكينه كده ايه ناخدهم جنب بعض 1 2 3 4 5 6 7 8، وممكن ايه الحتت الزياده ناخدها لاخر واحده. خلينا نبدا كده، قسمنا العجين وناخد اول واحده عايزين نعمل ده بفراده او بايدينا، يعني ممكن بايديا كده. هقوم جايب شويه دقيق بساط قوي على الناحيتين وابتدي افرد اكني بعمل رغيف عيش. هفرد بايديا كده لحد ما العجينه تتفرد معايا كويس، اكني عملت رغيف عيش بالظبط. بعد كده ازاي بقى هنخلي موضوع الشوكولاته والجبنه دي؟ لو عندي جبنه موزاريلا وحاسس ان هي حادقه شويه فهنقعها في ميه عشان تنزل الملح اللي فيها، وبعد كده اصفيها، وده من قبل ما اعمل ده من بدري قوي. وبعد كده يعني دي منقوعه في ميه اهي، فعشان كده تحسوا ان هي معجنه، عشان اضيع طعم الملح اللي في الجبنه، والملح هنا ما بيكونش كتير قوي. بعد كده اقوم نازل عليها بقطع من الشوكولاته الخام. وهنا بقى ممكن لو انت عايزه تكافئي ولادك قوي، عندك بقى حاجات كده مكسرات، الحاجات الصغيره بتاعت الشوكولاتات دي انواع كتير، ممكن نضيف الحاجات الملونه اللي فيها بحيث ان احنا نشد ولادنا اكتر ان هم ياكلوا ايه حاجه زي كده. بعد كده هاخد بقى كبشه من دول هقوم حاططها في النص هنا، وهنا بقى انت هتقدري تحكمي في حجم الكوره بتاعه العجين بالحشوه بتاعتك، عايز تزودي الجبنه تقليلي الشوكولاته، تزودي حاجه تانية برده ايه، تزودي صوص ممكن كراميل اي حاجه من الحاجات اللي ولادك بيحبوها برده فده ينفع. بعد كده اقوم قافل بقى كل الكلام ده، اقوم اقفل هنا كده واقوم اعملها بالشكل ده. ادي كده واحد تاني مع بعض هنا، رش الدقيق واحاول على قد ما اقدر ميبقاش فيه اي شوكولاتات واقعه مني هنا، ورش الدقيق من فوق تاني بسيطه كده، وابتدي افرد بايديا كاني بعمل رغيف عيش اهو. كف ايدي كده هيفرد معايا بسرعه قوي، والعجينه لما بتبقى مرتاحه بتساعدك على الفرد، يعني لو انت عجنتي وما سبتيش العجينه ترتاح شويه لما تدوسي عليها كده هترجع تاني، مش هتتفرد معاكي بسهوله يعني. نقلب دي قوم جاي كده على ايه على الحشوه، واعمل ايديا ميزان بقى كبشه يبقى كله قد بعضه عشان تطلع الكور كلها قد بعضها. بعد كده بقفل الاثنين على بعض من هنا، نفس الموضوع من الناحيه الثانيه، واقوم اقفل كل الكلام ده مع بعضه كده اهي. ما احطش دقيق كتير عشان ما يخليليش شكلها وحش. وبعد كده هقوم جايب اكبر واحده فيهم حاططها فين؟ في النص. طب لو انا عملت كده وحطيت في الصينيه على طول لو مش تيفال هيلزق، حل ده ايه؟ حل ده ان انا اجيب شويه زيت في قلب الصينيه، واقوم جايب فرشه واقوم دهن الصينيه الالومنيوم. الالومنيوم من احسن الحاجات اللي ممكن نعمل فيها معجنات او كيك، وفي كيك خصوصا يعني. مسحه زيت كده، وبعد كده هقوم واخد واحده حاططها في النص الكبيره مثلا اهي، وابتدي بقى اخد اخواتها جنبهم. هبتدي اكمل كل العجينه لحد ما اعمل الدايره دي، وبعد كده الفرن بتاعنا هيكون شغال على كام؟ هيكون شغال على درجه حراره 180 لحد درجه حراره 200. هفرد بقى انا الباقي كده كله زي ما عملت اول اثنين، ونرجع نكمل مع بعض. عملنا كده كل الكور بتاعتنا خلاص، عايزين بقى نخلي الكلام ده يعني بما انه هيبقى حاجه جامده قوي عايزين يبقى شكله جامد. فقلنا احنا عملنا خليط في الاول عليه لبن عليه صفار بيض عليه رشه من القهوه، وقلنا ان احنا ممكن بدل رشه القهوه نحط رشه من الفانيليا، هتخلي لنا الكلام ده لما يخمر كده ويحمر يبقى حلو. اول واحده حطيناها دايما بتكبر وهكذا وهكذا لحد ما اسيب كل الكلام ده، بس قبل ما تخمر هقوم جايب الخليط اللي انا عملته ده وابتدي ادهن كل الوش بتاعي، وما ينفعش اسيب حته بقى، الحته اللي هسيبها ما اتدهنتش هتبقى عامله زي ما تكون ايه لسه نيه والباقي متحمر. ودايما الحروف، عشان كده انا كمان دهنت الجناب بتاعه الصينيه بالزيت عشان لو حتى شويه من الميه دي وقعت مني او اللبن نزل مني تحت فما ايه ما يلزقش فين في الصينيه. ممكن نعمل ده ببخاخه، بس اعتقد ان اللبن مع البخاخات بيكون صعب شويه وبيعمل فيها ريحه يعني، فممكن بالفرشه السيليكون كده قبل ما تخمر مفيش اي مشكله خالص. نزل كده كتير وادهن براحتي خالص، وبعد كده بقى ممكن شويه سمسم لو حابين ده، والسمسم على فكره فوائده كتير قوي يعني، فاحنا ايه ممكن نحط شويه على الوش، ممكن ما نحطش خالص لو انتوا حابين ده مفيش اي مشكله، بس ما ينفعش نحط اي شوكولاته على الوش ما تحرقش. ممكن شويه سكر بس عاديين كده، سكر عادي خالص ارشه على الوش برده لو انا عايز احمر قوي كده، ويبقى برده الطبقه من بره ليها طعم مميز. شويه سمسم بقى حلوين واقوم رش على كل واحده كده،
وهسيبها تخمر 10 دقايق، وبعد كده اروح على فرن درجه حرارته 180، اوعى ننسى درجه الحراره. سيبنا العجينه كده خمرت براحتها، بعد كده قلنا هنروح على الفرن على طول، ولازم يكون الفرن سخن من قبلها، وهنقفل الفرن وهنستنى من 12 ل 15 دقيقه بحد اقصى هتكون العجينه بتاعتنا استوت. هنقدمها مع بعض دلوقتي. عدت كده الربع ساعه على العجينه بتاعتنا في الفرن، هنفتح بقى بسم الله الرحمن الرحيم، وادي كده شكل العجينه. بصوا بقى ايه الشكل ده، بنشوفه بس في الاماكن اللي فيها مخبوزات الحمار ده، بس لو احنا عملناه في البيت الموضوع بسيط قوي، شويه اللبن وصفار البيض بيدوني النتيجه دي. واحد صعبان عليه بوظها يعني بعد ما عمل كل الشكل ده في الاخر، بس ادي كده شكل القطع. عايزين نفتحها بقى قبل الجبنه بتاعتنا وتبرد. هفتح بقى قطعه كده بس بقى ايه، عايز اقسم دي. بسم الله الرحمن الرحيم، وادي كده الجبنه مع الشوكولاته بقى. الموضوع ايه، الحاجات السايحه اللي بتنزل في الجناب دي للولاد الصغيرين الموضوع هيبقى هايل.